بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ينظم محاضرة بعنوان ابن ماجد رائد المرشدات البحرية. اليونسكو تتبنى قرارا يتضمن التأكيد على الحفاظ على التراث الثقافي العربي الفلسطيني لمدينة القدس. رواية فتاة القطار تستمر في صدارة قائمة نيويورك تايمز لأكثر الروايات مبيعا. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ضمن أنشطته الثقافية لعام 2016 بجامع السلطان قابوس الأكبر محاضرة بعنوان ابن ماجد رائد المرشدات البحرية، حيث تم التطرق في المحاضرة إلى شخصية البحار العماني ابن ماجد وإلى مكانته كمرشد في مجال علوم البحر، وحول إبداعاته في مجالات الملاحة البحرية والفلك والجغرافيا. قدمها المحاضر الجزائري الدكتور محمد ناصر بوحجام، وذلك بحضور عدد من الباحثين والدارسين وطلبة العلم. رحبت الحكومة الفلسطينية بتبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو القرار النهائي بالحفاظ على التراث الثقافي العربي الفلسطيني وطابعه المميز لمدينة القدس. جاء ذلك بعد اعتماد اليونسكو قرارا كان قد تم اعتماده من لجنة العلاقات الخارجية في المنظمة تحت عنوان فلسطين المحتلة، ويتضمن التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي في شرق القدس هو من المقدسات الإسلامية الخالصة ولا علاقة لليهود به. وصوتت 24 دولة لصالح القرار الفلسطيني العربي المشترك مقابل معارضة 6 دول فقط وامتناع 26 دولة عن التصويت، وتغيب ممثلا دولتين خلال الاجتماع المنعقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس. البيت الحرفي العماني بولاية صور أحد النماذج التي تقوم على ترسيخ الثقافة والمعرفة الحرفية لدى الأجيال الناشئة، وقد حرصت الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تنفيذ مبادرات بصفة مستمرة من أجل ضمان استمرارية الإقبال على الموروثات الحرفية والحفاظ عليها. السفن الخشبية والمندوس والمجمر والمروحة السعفية التي تعرف محليا المشبة والخنجر والزي العماني أول ما تقع عليها عين الناظر في دخوله إلى بيت الحرفي العماني بولاية صور، والتي صنعت بيد عمانية ماهرة تجد في هويتها التحدي والمثابرة وروح الشباب نحو الحفاظ على هذه الموروثات. يمتلك الحرفي خالد بن سعيد المشايخي بيت الحرفي العماني الذي عمل عليه ليكون أحد أهم الوجهات لمحبي اقتناء الصناعات الحرفية العمانية، وتتميز جنبات البيت بالطابع التراثي الذي أضيفت إليه روح العصر من الحداثة في تصاميمه من ديكور وهويته من السعفيات العمانية والابتكار في المقتنيات والمنتجات المعروضة للبيع. اتجهت في إلى مجال الصناعات الحرفية وحصلت على العديد من الدعم من الهيئة العامة للصناعات الحرفية كون أني لي الخبرة في تنفيذ أو في تشكيل الخشبيات. ويحتوي البيت الحرفي على أشكال حديثة من المجامر المصنوعة من الفخار وجلسة للضيافة من السعفيات وبراويز للصور والتصاميم للدروع والهدايا التذكارية ومناديس تميزت بالنقوش الحديثة. ويدخل خشب الساج المعروف في بعض هذه المقتنيات كمادة أساسية للصناعة بالإضافة إلى مجسمات الأبواب والنوافذ العمانية والصناعات الخشبية والسعفيات والفخاريات مع تنوع استخداماتها بحسب التصاميم المبتكرة.
يبدو أن رواية فتاة القطار لن تتنازل بسهولة عن تصدر قائمة نيويورك تايمز التي سبق وأن اعتلتها مرات عديدة منذ صدورها في 2015، ولن تتنازل إلا بعمل يضاهي رائعة الرواية البريطانية باولا هاوكينز والتي تحولت إلى فيلم سينمائي تم عرضه قبل عدة أيام. وفي المركز الثاني في قائمة الكتب الأكثر مبيعا للروايات المطبوعة والإلكترونية جاءت رواية المنزل للكاتب هارلين كوبين، وفي المركز الثالث جاءت رواية الاستحواذ للكاتبة هيلين هاردت، تليها في المركز الرابع رواية نساء الرب للكاتبين جيمس باترسون وماكسين بايتيرو، وجاءت أخيرا رواية رجل يسمى أوف للكاتب فريدريك باكمان. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية تتابعون فيها بعد قليل. المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة يستضيف معرضا بعنوان تصميم في متناول اليد في إطار أسبوع اللغة الإيطالية. أهلا بكم من جديد. ينظم المعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة المصرية القاهرة معرض تصميم في متناول اليد، وتأتي فكرة المعرض في إطار الدورة 16 لأسبوع اللغة الإيطالية في العالم لهذا العام حول موضوع إيطالية الإبداع، للتعرف على بعض التصميمات الإيطالية التي من السهل العثور عليها من خلال القيام بجولة تاريخية وإقامة قسمين أحدهما مكتبي والآخر منزلي. إلى عالم الفضاء، حيث أطلقت الصين مركبة فضائية بنجاح على متنها رائدة فضاء في أطول مهمة مأهولة في إطار مسعاها لتطوير برنامجها الفضائي. المركبة انطلقت من موقع جيوتشوان في صحراء غوبي، وستلتحم مع المختبر الفضائي تيانغونغ 2 الذي أرسل للفضاء الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تمتد مهمة المركبة الفضائية لمدة شهرين في مختبر فضائي تجريبي يمثل جزءا من خطة أوسع تهدف لأن يكون للصين محطة فضائية مأهولة بشكل دائم بحلول 2022. التزيين أو الزينة مطلوب ومألوف لدى النساء رجالا ونساء، غير أننا ندعوكم فيما يلي لمشاهدة عملية تزيين تثير الاستغراب. من كان يصدق أن هذه العقارب سينتهي بها الحال كوسيلة لتزيين أظافر النساء في المكسيك؟ ففي مدينة تكسكوكو تعكف عاملة التزيين تلك على لصق هذه العقارب الصغيرة النافقة على طلاء الأظافر لإحدى الفتيات التي أحببن تجربة تلك الصيحة الغريبة. وفيما نظرت فتيات أخريات باستغراب شديد، تكالبت العديد من بنات حواء للحصول على أظافر مطلية بتلك الحيوانات المفصلية السامة. الأمر أصبح صيحة هنا، وأنا أعتقد أنها تبدو جميلة. إنه أمر مختلف ومبتكر، وفيه الكثير من المتعة أكثر من أي شيء آخر. وفيما تأتي طرق التزيين بالعديد من الأشكال والألوان، يمكن أيضا استخدام الأشعة فوق البنفسجية لجعلها تضيء في الظلام. ويشتري خبراء التزيين تلك العقارب شديدة السمية من الأشخاص الذين يعثرون عليها بوفرة في المناطق الجبلية ويقومون بقتلها قبل استخدامها في التزيين. وتعد لدغات العقارب أمرا شائعا في المكسيك، ويموت بسببها 250 ألف شخص كل عام. قبل ختام النشرة الثقافية، هذه عادة لأبرز عناوينها.
مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ينظم محاضرة بعنوان ابن ماجد رائد المرشدات البحرية. اليونسكو تتبنى قرارا يتضمن التأكيد على الحفاظ على التراث الثقافي العربي الفلسطيني لمدينة القدس. ورواية فتاة القطار تستمر في صدارة قائمة نيويورك تايمز لأكثر الروايات مبيعا. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.